من يلوم المجتهين جعلي مايت للعيال يا وجودي كل ما حبيني سنو سشيبو السنيات القريبة قادم في فضة ما أدري ويش عليه ما عليه الكبر شيء يجعلني بذاك لا هذه ما هي بنفضة هذه قلة حياة يا وليد بحيه قل له يا راعي الرعايب راعي الرعايب يا راعي الرعايب يا وليد ارحب سيك من خير انت عرفته انت عرفته هيا هيا ايام البزنس انا اول مره اشوف لي شايب بدره كيوت كيوت شايب كيوت هذا انا محمد محمد افترت لا لا هي تفتر سيك من خير العذاب على هونك على هونك على هونك لا تقطع سلك يا ما شاء الله على ذا الشايب والخف خف بعير ما راح خلاص خلاص انت جبوك هنا ارجع ارجع عود هنا شو اللي سوى جنبك؟ ولا شيء لا كذاب لا لا عنده عنده شله بيسمعنا وليد دحيح اسلم تعال اصب لي شاي اصبك شاي؟ نعم صب لي كامل عمر فهمت باقي فيه يا سامخ لا غدا وجهه ترك على الدم والله ترى مش عارف انت لا ابغى لك لا 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 خليه يلعب وجد من كعفيه حطتني صايب قبر اخوه على طول هوجس يا ابو ناصر والله هوجس في قلبي وحمل وضيقه بال في اليوم عندنا ايش اسمه؟ وانا ما ادري وش عندنا لا عاد ندري حنا وشنا فيه وحنا في ايات يوم حنا في ايات تاريخ حنا مع البشر حنا فوق سطح المريخ ما ندري وين اليوم والله اني صادق وش العلوم بعد؟ العلوم زينه ما بزينه ولا حالها من زي شيء والله اني ظلمت روحي ايش؟ يوم عرفتك قل لي ليه؟ اول شيء كشختي ازين من كشختك حلو انت تبغى الكلام ده يطلع على البث ولا تبغى تحت البث؟ اذا تبغى على البث دخلنا جوا لا لا ابشرك انه علي لا ما بعلن والله انه علي ومتى لو ارقبت الله والله اني من حقش ها يا والله انك رفيقي ابشر والله بسعدك يا ولد ها هاي واو والله يا راسي اللي هي يومين تقول قلت لك خلني اكويك راسي نعم. تقول فيه عربني حاطبون نعم. وعربي شادين لهم ببائر وويتن وايه وويتن وارده راسي في عرب في عرب راسي في عربي اقرطب اذنك ها كيف تقرطبها؟ لا تقدر لا 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 تروح والله لا تقول اداني حمد والله لا اقرطبها والله لا 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 وجه الله وجه الله وجه الله اني طالبك وجه الله انا قلت وجه الله قلت وجه الله قلت وجه الله قلت وجه الله وجه الله وجه الله اذنه اليسار انا لا 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 يا ولد ما تعورني الله يهديكم يا المره انا قال لك الرجال يا ولد محمد ناصر هاي قطع يدك صبر صبر هاي قطع يدك ما بعد حد جرك هاي قطع يدك ليه ليه تدري انا وياكم متعاهدين في كل شيء زين تدري هذا وش يعني؟ ها لا والله ما عرفت تعورني يلا بكره ما لها علاج ها تدري هذا وش معناه؟ هذا معناه ان هذا تحدي تحدي شهر بن كوبك يعني شهر بن فنجانك وعنا بالساعه يا تقول لك ابشر بسعدك ابشر بالقرقاح اخو ابو علي يا مرحبا يا فلوح يا مرحبا يا فلوح
شيء من يدك انا ما ارد شكل.